احنا معانا بروفيسور دكتور ميشيل عبس الامين العام مجلس كنائس الشرق الاوسط. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات لك وللمشاهدين الكرام، وتحيه لمحطه ميسات ولسياده الانبا ارميا. دكتور ميشيل، يعني احنا بنعزي حضرتك وكل الشعب اللبناني في الضحايا، وبنتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وحضرتك يا ريت تدينا فكره عن اهم الجهود اللي بيبذلها مجلس كنائس الشرق الاوسط لمسانده النازحين بمئات الالوف زي ما جه في البيان، والاسر والاطفال اللي تشعر بهلع جراء الاحداث المؤلمه. نعم، بالحقيقه مجلس كنائس الشرق الاوسط له باع طويل في العمل الاغاثه والتنميه، نحن في هذا المجال منذ 50 عام، منذ تاسيس المجلس تقريبا، تاسس على الاغاثه والتنميه بدايه والخدمه الاجتماعيه. طبعا بالاحداث الاخيره عند بدايه حرب غزه وبدايه الاحداث في الجنوب، نزح الكثير من سكان الجنوب الى الشمال، جنوب لبنان عم بحكي، الى الشمال الى جبل لبنان، وعند ما استقرت الامور عادوا، ومن ثم عادوا ونزحوا من جديد. يعني عمليه الاغاثه قد بدات معنا منذ عده اشهر، منذ سنه تقريبا، ومستمره. نعم، عندما تجمعوا في مراكز التجمع في صيدا وصور، اما الان فالوضع متفاقم جدا، وقد بلغ اخر رقم عندي حوالي 200 الف نازح من الجنوب، انا اقول على الاقل، وهم موجودون في كل امكنه في لبنان، في شوف وعلي وبيروت، بيروت الكبرى وجبل لبنان والشمال والبقاع، والكثير منهم نزحوا نحو الشام، وهم موجودون بالالاف على المعبر بين الحدود اللبنانية والشامية السورية. طب دكتور ميشيل، حضرتك شايف انه خطورة ما يحدث في لبنان على المنطقة بالكامل، لانه لديكم في مجلس كنائس الشرق الاوسط، وكنا تجاذبنا اطراف الحديث مع سيادتك في الاستوديو عن هذا الامر، ما خطورة توسعة هذه الحرب الشاملة اللي بتقودها اسرائيل؟ بالحقيقة المنطقة تخضع منذ عدة عقود إلى هندسة ديموغرافية، إعادة توزيع، ريديبلويمنت، ديموغرافيك ريديبلويمنت، العمل على تهجير المجموعات من هنا وهناك وأبقائها هناك بحالة اللجوء وتهجير غيرها وجلب ذات مكانة إلى ما هنالك، هذه تسمى هندسة ديموغرافية، هي أشبه بما يجرى منذ عدة قرون في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، يعني إحلال شعوب مكان شعوب، جلب شعوب جديدة إلى شعوب مكان الشعوب الأصيلة إلى ما هنالك. هذه الأمور أصبحت واضحة وليست خافية على أحد، في محاولة لإرساء خريطة جديدة، في مابينج جديد لسكان هذه المنطقة التي هي المشرق العربي، وأنا أسميه في لغة المجلس المشرق الأنطاكي، حيث هو نطاق كنيسة أنطاكيا على مختلف مسمياتها.